التعايش السلمي يجسد في جوانبه المختلفة مفهوم الانسجام بين أبناء المجتمع بمختلف انتماءاتهم الفكرية، فإن ما يجمع هؤلاء هو وجود أواسر مشتركة فيما بينهم. انطلقت اليوم مبادرة من شباب كربلاء بالإضافة إلى مثقفي كربلاء لرسالة تحمل في طياتها رسالة محبة والسلام، ومع مرجعيتنا الرشيدة بالسلمية في المظاهرات، بالإضافة إلى أنه أن نرسل رسالة المحبة إلى أصحاب المناطق المتضررة، بالإضافة إلى كل الشعب الكربلائي لهذه الرسالة التي تدعم السلمية. أهلنا أهالي كربلاء المقدسة، وخصوصا أهالي وكسبة أحياء النقيب والبلدية وشارع السناتر، خرجنا بمظاهرات سلمية نطالب بحقوقنا المشروعة والإصلاح وإزالة الفساد. رسالتنا: نحن أبناءكم ومنكم، ولسنا دعاة للفوضى. رسالة حب واحترام وأمان وسلام من شباب كربلاء، حملة الشباب لن يكون. وبهذا الصدد نظم شباب ثورة تشرين في كربلاء حملة لتوزيع الأعلام العراقية وأغصان الورد على أصحاب المحال والمنازل المتضررة جراء الأعمال التخريبية التي طالت منازلهم وممتلكاتهم، والرسالة من كل هذا رسالة حب وسلام. من أصحاب المحال التجارية وأصحاب المنازل القريبة من هذه المنطقة اللي هي منطقة حي النقيب وحي البلدية، بسبب ما تعرضوا له من أذى من جراء دخول بعض المندسين وبعض المخربين إلى التظاهرات. لا على شيء، فإنما يدل على مستوى الرقي في التفكير الجمعي الموجود، على عكس ما يروج له من تفكير تخريبي وفوضى. فهؤلاء اليوم يمثلون العصارة الحقيقية للمجتمع العراقي الذي يصبو إلى النظام ويريد السلمية ويريد الاستقرار وسيادة القانون الموجود. التزام كافة أطراف المجتمع الكربلائي بمبادئ الاحترام المتبادل لحرية الرأي والسلوك والتفكير بعيدا عن التهميش والإقصاء والعنف، فالتعايش يحسم الكثير من العقبات والمشاكل بين فئات المجتمع. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.